عليها والمعنتها الشباب اللي فيها والطاقات اللي فيها والمخزون اللي فيها يخلي افريقيا باش نجم تكون هي القاطره اللي باش تخلي الصناعه في العالم متطوره. ثم في القاره الافريقيه مزايا تفاضليه كبيره بالاتفاقيات اللي تم توقيع عليها في مستوى البلدان الافريقيه الجاذبيه نتاع كل بلدان افريقيا باش تكون متميزه كيف كيف معناتها الشباب اللي موجود في القاره الافريقيه واليد العامله المتكونه في القاره الافريقيه والطاقات الافريقيه تخلي التموقع في افريقيا ما ينجم كان يخدم كل البلدان اللي عندها صناعه متطوره على خاطر المزايا التفاضليه نتاع القاره الافريقيه هامه جدا. وثم بلدان معناتها كما نقولوا احنا وصلت لاقصى امكانيات نتاع التطور نتاعها في القاره الافريقيه العكس معناتها مازلنا مجالات التطور نتاع الصناعه نتاعنا كبيره برشا. هذيك تونس كيف كيف معناتها تونس كيما بلدان الافريقيه الكل فيها طاقات معناتها امكانيات باش تطور الصناعه نتاعها فيها امكانيات باش كيما نتبادلوا معناتها اكثر اندماج في السوق الافريقيه كيف كيف في السوق الافريقيه نجم عندنا تكامل كبير في الصناعه نتاعنا يخلينا مع بعضنا نجموا نغزيو بلدان اخرى نجموا نخليو بالتكامل نتاع البلدان الافريقيه نخليو الوجهه نتاعنا احنا والصناعه نتاعنا فيها نجم تكون زاد رابط بين اسيا قلت على الصين طبعا معناتها تونس بالجاذبيه نتاعها هي والتكامل اللي باش تخلقوا وباش تستغلوا في المستوى الافريقي باش تخلي المنتجات نتاعنا عندها معناتها كومبيتيفيتي معناتها عندها معناتها قدرة تنافسية كبيرة وكيف كيف معناتها تخلي بالنسبة لليد العاملة المتوفرة في بلداننا والذكاء اللي موجود في بلدان على خاطر الكفاءات اللي موجودة في بلداننا الكل في بلدان الأفريقية الكل تخلي اللي قدرة ربي الصناعة نتاع اللي معناتها التصنيع في افريقيا يخدم مصلحة الافارقة ويخدم حتى البلدان الاوروبية والبلدان الاخرى بما انه بالنسبة معناتها الوضع السياسي في العالم واللي صاير في بلدان الاسيوية ولا في بلدان معناتها الشرقية يخلي التموقع في افريقيا يخدم مصلحة العالم الكل واحنا بيدنا كبلدان افريقية باش نلقاو امكانية باش نوفروا اليد العاملة ولا معناتها الشغل ذي جودة عالية واللي يخلي معناتها كما يقولوا يضمن معناتها تكامل أكثر في القارة الأفريقية وفي الصناعة التونسية أكثر من أي بلدان أخرى. نتصور أنه الصناعة التونسية باش تنجم تكون معناتها رابحة في مزيد الاندماج على المستوى الأفريقي.